ما تغلطش غلطة غيرك. تعال تنشوف تكامل عادي، الكل بيقدر يكامله. بزيد للأس واحد بقسم عليه، زائد بزيد للأس واحد بقسم عليه، واللي معهش إكس أنا بعطيه إكس، والتكامل ماله غير محدود، يبقى منحط زائد سي. وين غلطة غيرك؟ هون في عندك عملية ضرب. أنا بخاف من الطلاب اللي بيجوا بيكاملوا لي الإكس تربيع مباشرة لحال. لا يا جماعة، لا يتوزع الضرب، لا يتوزع التكامل على الضرب. بتوزع على الجمع والطرح إذا في حالة ضرب. أول إشي بوزع هذا الضرب، شو بتصير معاي؟ إكس قوة 5 عند الضرب تجمع الأسس ناقص 7 إكس تربيع. هل في حالة ضرب؟ لا. يبقى هلأ بكامل بشكل طبيعي، إكس قوة 6 على 6 ناقص 7 إكس تكعيب على 3، وبما إنه غير محدود زائد سي. لاحظوا يا جماعة الخير، أول إشي جهزنا بعدين كاملنا. إذا في حالة الضرب ما بيطلع لي أكامل مباشرة، لكن في حالة الجمع والطرح بنقدر نكامل مباشرة. يعطيكم العافية، الله ينجحكم، باي باي.